إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له، إلها واحدا ونحن له عابدون، وباستعبادته لنا مشرفون ومكرمون. ونشهد أن سيدنا فرص غيرهم، صاروا على اسم الله
المسلمين بمحاربته وبعث للملك بتاع الروم قال له راه الجيوش كل تاعهم يحاربوا نجم تدخل على الحدود تاعهم وتحتل وتاخذ الى اخره. فاستغل الامبراطور هذايا او الملك بتاع الروم واصبح يغير على حدود المسلمين من جهه الشام شمالها ومن جهه الجزيره، سواء الثغور، ثغور والمكان في الحدود اللي نجم يدخل منه العدو، سواء بعض الحصون، والحصن تعرفوه يعني مكان مهم باش الناس ما تدخلش عليه. واختصر القصه، اسلموا من المسلمين الكثير، قاربوا وصلوا بالالاف، قتلوا الاطفال على حدود دوله المسلمين انذاك، ومثلوا بشتاتهم. واحد مره جاء الامير المؤمنين هذا ابن هارون الرشيد واسمه المعتصم بالله، قال راني كنت في عموريه، وعموريه هذه موجوده جنوب غرب الاناضول، انقره، جنوب غرب انقره اليوم في تركيا، عندها اسم اخر اليوم في تركيا. فهي صرخت قالت وا معتصمان، هذا عنوان اليوم، وا معتصمان، يعني يا معتصم بالله اقتضي منهم. ضحكوا عليها، قالوا لها لا تو يجيك في عقد معين من الخلي سموه لها من افضل رعيه الاغلق. الراجل هذا بلغ الشهاده لامير المؤمنين، قالوا في الرواية جوابها هو في القصر بتاعه قالها لبيك لبيك، وبعث رسالة للملك بتاع الروم هذا، قال له يا إما تسيب المرأة يا إما مش نبعث لك جيش، أوله عندك وآخره عندي. وهذه الرسالة كذلك صارت قبل في الفتنة الكبرى، كذلك الملك بتاع الروم بعث لمعاوية بن أبي سفيان قال له اسمعنا اللي تتعارك أو تتخاصم مع علي تمش نعود عليه. قال له زو زهوة تخاصم وتش دخلك، لو كان ما تسكتش بمعنى نبعث لك جيش أوله عندك وآخره عندي. اليوم زعما فمش واحد من المسلمين ينجم يقول الكلام هذا لغير المسلمين. المهم سألهم قالوا من هي أفضل مدينة محصنة أكثر واعتبرها هي الدرة بتاعها، قالوا روح عمورية، قال من هجموا هذه وفيها زاد المرأة هذه أسيرة. فجهز الجيش بتاعه دخل على أنقرة وخذاها، وثم تعدى العمورية حاصرها، ومن بعد حسب القصة طويلة ما نحبش نحكوا التفاصيل معك النتيجة، ودخل واستسلم الامير بتاع الاموريه واختاروا المراه المسلمه هذيك واختاروها من الروم، وكلمها امير المؤمنين في المعنى قال لها هاني جيت باش تشديري قدام ربي، هذا قال لك عدد معين من الخير 4000 وقداش انا شفتهم من الحق، وهاني خديتك منه ورجعتك وقتل الجندي الذي اسرها. مختصر كذلك. ومن بعد فمشاعر أبو تمام خرج قصيدة معروفة جدا مش كيما اليوم، كنا سنوات التالي مش بعيدة ياسر أبو خير الحاضرين يعرفوا، يبدو يمدحوا في الرؤساء والأمراء والملوك والعالم المزاج اليوم، يمدحوا في ذلك لكن مديح فارغ هكذا مش صحيح. لكن هذا أبو تمام عمل قصيدة فيها على ما أظن 70 بيت على معركة عمورية أو فتح عمورية، تبدا بالبيتين المشهورين الإغريقيين يعني تفهم حرف الباء في الاخر الطرف بتاعها، يقول السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح، الصفيحه هي
الصفائح لا سود الصحائف في بطونهن جلاء الشك والريب. وهكذا مرات قصيدة قالت معروفة لليوم قصيدة أبو تمام. علاش نذكر هذا اليوم أيها الأخوة؟ اليوم كم من مسلم يستغيث ويقول ولا معتصما، كم من مسلمة تقول ولا معتصما. إن شئتم نذكر وأنتم تعلمون في ميانمار، في الهند، في الصين، في تركستان الشرقية لهم أتراك مسلمين، ياخذوا المسلمين رجال يحطوهم في المعتقلات ويدخلوا راجل على الأسرة المسلمة ويعيشوا معها بالسيف عليها، والحجة هي مقاومة الإرهاب. قالت المسلمين إرهابيين. في الهند عاملين فيهم، في بعض الدول الإفريقية المسيحيين عاملين في المسلمين ومضطهدينهم، وكذلك الفرس إيران. شوفوا البلاد اللي تدخل عليها إيران اليوم تتحسن أمورها ولا تسوء، ولكم في لبنان خير عبرة، بلاد على حافة الإفلاس أو ربما أفلست. في العراق سيطر عليها، اليمن شوفوا الحالة تاعها أصبحوا إلى شفاها، سوريا اللي كانت ما تبينش، سوريا كانت تعول على مواردها الذاتية في الحقوق في كل شيء، والدرس في الجامعات باللغة العربية. شوفوا حالة الوصول وقت اللي صارت فيها الفتنة هذيك، ودخلوا الفرس فيها وعملوا معاملة، وقيسوا قيسوا عليها بلدان أخرى اليوم دخلوا فيها هؤلاء وغيرهم أعداء الأمة أيها الأخوة الكثيرون. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان يتكلم على آخر الزمان ورب الشعب فينا الأمم، قال يتداعون عليكم، في المعنى كما يتداعى الأكلة على القصعة. يعني واحد يجيبوا له قصعة قصة الحم كما نقولوا ويبدو الجماعة ياكلوا هذا عندك. قالوا له من قلة نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، أنتم كفرة ولكنكم غثاء. كالغثاء، الغثاء تاع السيل هذاك عن موجه تاع الحرقية تقضي هذاك، لكن ما رويش ماء كي يبدا قدامك الشوشة هذيك البيضة، كالغثاء. كفرة ولكنها من غير فارغة من داخل. علاش فارغة؟ كل واحد فينا يعرف الإجابة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أيها الأخوة، كم من مناد اليوم من أخيام المسلمين في كل مكان، ولكان يقول أي واحد لنا أو في مكان آخر من المسلمين يقول واش يهمنا فيه، تمام بعاد علينا، يقولوا له واش يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي يقول في معنى الحديث المؤمنون كالجسد الواحد، إذا مرض من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقت اللي الواحد يمرض بيده لطفا او خيرا ربي يحفظها، ولا رجله كل اللي هو ما يرقدش بالكامل البدن كامل على خضوه، هاو باش نقول ملالا. مش قال ربي انما المؤمنون الاخوه ملالا نخلي خولا الغيري؟ على الاقل كي انا ما قدرتش اليوم نعمل معاه حاجه باليد بالفعل نعملها حسب قدرتي، واش هي المطالب به هذا اليوم؟ اول حاجه ايها الاخوه معركه وعي، نكونوا واعيين اللي صاير في بلادنا وفي بلدان اخرى. رغم المتآمرين على بلاد المسلمين كثيرون اليوم من اعدائها من غير المسلمين وممن ينتسبون لنا ولكن يخدموا بهم غير المسلمين. والحروب تبدا بالامور العقليه بالوعي،
وبعد شوي شوي حرب ثقافية، ثقافتهم يدخلوا علينا، يحبوا عاداتهم وتقاليدهم. هم نشوفوا طبعا اليوم اللي يلبسوا اللبس الفرنسي من رجالنا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا، ويتبعوا فيه في السلام المقطعة والسلام الطائحة والشعارات الدرجية محمد المحلوقة، وهات وهات. ولو كان لقيت واحد بشيخ شقاش يتكلم راهو على مقارنة تاع كرة قدم، ما نعرفوش قصتها اللي كنت تتكلم عنها ملكة بريطانيا باش تحكي الشعب فيها. فاليوم أصبحت غالبية الناس لا هي فيما لا يعني، لا هي قلوبهم قال ربي سبحانه والعياذ بالله. إذا نكون واعيين بالشيء هذايا ونكون نشوفوا الإعلام عنا وعدهم، نشوفوا يمشي في أغنامها ولا لا، كان مشينا يمشي في أغنامها نحطه معهم سيريس، كان هما استهدفونا. اليوم الإعلام تاعها وغيرهم، وشفنا الإعلام يتبع وأصبحت أوثر ما يتبعوا، واحد ينسلخ من جلده تاعه ومن قناعاته كمسلم وكاتجاه تاع انسان لبلاده ودينه ويتبعهم هو باش الله يتفتح. هل هذا نحن مطالبين به؟ يحكيوا على الحريه كي تولي عنا، ونحن ماناش ضد الحريه تاع الدين، واحد مسيحي ولا يهودي ولا غيره، انا عندهم هما ما فماش ما يصيرش. المسلمين عندهم يضطهدوا ويضطهدون في بلاد الغرب، لانه شكون شكون قال وعمل فيها فتوى ايها الاخوه في مده فاتره، ولعله مسير اليوم قال طالب المسلمين اللي في الهجره في بلاد غير المسلمه يرجعوا لبلادهم، لبلدانهم راهي الحمله كثرت عليهم، والجيل تاع اليوم يا سيدي هو هاجر لبلاد غير المسلمه. انت وزوجتك واولادك عشتوا مده في بلاد مسلمه في تونس مثلا، مش تمشي راهي تحافظ على الشيء اللي تعلمته، وربما تورثه للجيل اللي بعد، ولكن تضمن انت في الاجيال اللي بعدها اللي هم مش مسلمين. ها نسلك ها اليوم محمد وعلي ومختار وبالقاسم ها، وغدوا اليوم يولي جون ولد محمد، شدوا اسمه محمد، وبيير ولدوا اسمه محمد. اي وكان هو بيير مش يكون مسلم، لانهم يعلموا فيهم اليوم في الغرب الصغيرات في المدارس يقولوا لهم يعلموا فيهم في الجنس، وكان هو كان يعرفوش ما يعرفوش، ويعلموا فيهم يقولوا لك تحب تبدل الجنس بتاعك برا ما يسالش، كنت تكرر بدل الانف، انا ما نفهم بالك ما تجيش ما تقوليش تكرر الانف، انا ردوا الانف. حتى في علوم الشغل اليوم في الغرب ايش يقولوا؟ يقولوا رانا نساويه في الحضور، أما لو كنت تبدا مراه راجل في الحضور ياخذوا مراه. بعباره اخرى الحجه ان ماشي يحطوا 50% اللي باش يوصلوا وقتها عندهم، وقد يكون عندنا الراجل يطالب بحقوقه، في حين احنا المراه كرمناها وعزيناها، لكن احنا مسلمين واعطيناها القدر والقيمه اللي ما اعطوهالهاش هم اليوم يحتاجوا بها. شوفوا في الاشغال بتاعهم، شنو ما يحطلكش تسوية راجل موجودة لك تقل الظلام وتحس بالمراه، هيك عندها سلعة على مرأتها وقيس عليها أيها الأخوة. إذن معركة معي أيها الأخوة، وقت اللي يكون هذا التبع في إعلام بأنواعه مسموع ومرئي والوسائل الجديدة عن طريق الإنترنت، ونكون واعي. واليوم أصبحوا يوجهوا في العقل بتاع الناس باش بالإعلام، وحتى في الآلة بتاع الكمبيوتر بتاع التليفون وغيرها، حرب علينا كبيرة ياسر لازم نردوا بالنا. ونختم بهذه اللي تو وصلنا في العطلة، إن شاء الله ربي ينجح ولادنا في الامتحانات في مستويات الكل. ولادنا اللي مرتاحين في السيف، معروفة في علم النفس وقد يكون علم الاجتماع، لأنه طاقة خاصة من ولادنا الشباب ها، وما يوجهاش في الخير راه مش توجه في الشر. عادة توجه طاقاتنا في الحاجات الباهية، نحفظ القرآن، نمشي نقرأ كتب الفقه، نتعلم الفقه من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. يا وليدي في العلوم تبقى تصبر على كلافس ولا حكاية الفارقة، أعمل حاجة تفيدك وتربط بكري وقوم بكري صلي الصبح بتاعك.
ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر. صلى الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.